قبل شوية سألت لو أصور وصفة السليق ولا لأ، فصراحة ما توقعت كذا أحد يبغى الطريقة. بس قبل لا أبدأ الوصفة، كل بيت هذه لازم أنوه عليها لما أجي أسوي أي طبخ كذا، يعني تكون وصفة مشهورة. كل بيت له طريقته، كل أحد له طريقته. في ناس تحط المكونات اللي أحطها وفي ناس ما تحطها. السليق الطايفي غير عن السليق اللي أنا بسويه اليوم. أنا بسوي السليق اللي إحنا تعودنا عليه، فحوريكم الطريقة. عشان أبدأ حأسلق أول شيء الدجاج، عشان أحتاج مرق الدجاج. عندي دجاجة كاملة حطيتها مع هيل ورق غار مستكة وشوية ملح. الملح ما حيأخر عملية السوى، لا تشيلهم، لأنه كمية الملح يعني نسبة وتناسب مرة بسيطة، فما حتأثر على المدة. أنا الدجاجة عندي مجمدة لأني مستعجلة. من ناحية سلامة الغذاء ما في أي مشكلة أنه أنتوا تستخدموا لحوم مجمدة، بس حياخد منكم تقريبا 10 دقائق زيادة فوق وقتها الأصلي حق الطبخ. فحطيتها هنا مع الموية. الموية تقريبا حطيت 8 كاسات أو 9 كاسات، وحغطيها. تقدر تشيل الزفر طبعا يطلع على الوجه. وبعد كده حغطيها وحأحسب لها تقريبا 20 إلى يمكن 30 دقيقة ألين ما يستوي الدجاج. خلاص دوبي غطيته، ما حأحسب من دحين، حأحسب من وقت ما طنجرة الضغط تنضغط، يعني هذا يرتفع أحسب لها الوقت. هذه الدجاجة بعد ما تسلقت شلتها من المرقة وحطها على جنب. دحين حبدأ أسوي الرز. هذه المرقة هنا بعد ما صفيتها كويس. عندي هنا رز كان منقوع صار له أكثر من ساعة، وبستخدم رز حبة قصيرة. أنا ما أخلط حبة قصيرة وحبة طويلة، كله يكون قصير. تقدر تستخدمه صراحة اللي لقيت نتيجته كويسة، يا سن وايت يا أبو بنت، مرة ممتازين. فنزل الرز على المرقة، قلب الرز، وأول ما يبدأ يغلي حاوطي الحرارة شوية وحخليه ينطبخ تقريبا من 30 إلى 40 دقيقة أو لما الرز خلاص تحسوها بدأت تتفتفت في يدكم. بس طبعا كل شوية حأفتح الغطاء وحأقلبه شوية. خلاص المرقة بدأت تغلي، بس أبغى أحركه تحريكة سريعة. أغطيه على حرارة واطية لمدة زي ما قلت 40 دقيقة، وطبعا كل 10 دقائق حفك الغطاء وأقلب. شوفوا فكيته عشان أقلبها، تقريبا عدى هذه ثاني مرة أفكه، 20 دقيقة 22 دقيقة. شايفين الرز كيف بدأ يتهري؟ لسه كمان يبغاله، بس الحرارة أهم شيء تكون مو مرة عالية عشان لا تنشف الماء قبل ما الرز يستوي. طيب بعد ما عدت تقريبا مدة الطبخ اللي قلت لكم عليها حقة الرز، أخذ مني والله أقل من 40 دقيقة، 35 دقيقة. شوفوا شكل الرز من قريب كيف، تحسوه بدأ يتهري. دحين حنحط الحليب. عندي هنا 3 كاسات حليب، حليب عادي. تقدروا تستخدموا حليب بودرة، بس شوفوا أنا أقول لكم صراحة أنا إيش أعمل. شايفين هذه 3 كاسات أو 3 كاسات وأكثر شوي، يمكن 4 كاسات، حكتب لكم المقادير بالضبط بعدين. من الحليب أنا أحط عليها، وهذا شيء مرة أوبشنال، مرة شخصي يعني. أحط ملعقة كبيرة حليب بودرة، ما أعرف أحب طعمه فأحب أحط شوية. المهم هذا دحين حقلبها. فطعم الحليب البودرة الملعقة هذه اللي أحطها على الحليب العادي أحسه كده يديه دسامة لذيذة. ما أكتر مرة الصراحة، لأنه في حاجة أنا أحطها وكثير ناس مرة تحطها، وبرضو شيء مرة أوبشنال، والناس تقول لكم إيش التخبيص هذا اللي تسووه في السليق. أنا أحط شوية قشطة، أحط ملعقتين كبيرة قشطة، مرة تدي طعم لذيذ كمان. خلاص أنا كده تعودت على السليق صراحة من بيتنا وعلى طريقة ماما. قشطة عادية، قشطة هذه القشطة التاج اللي في السوبر ماركت. حط ملعقتين يعني نص العلبة، اوبشنال مو لازم تحطوها، هذه بس تدي طعم مرة لذيذ. حملح السليق بس مو مرة كتير، لأنه مرقتي مملحة مرة كويس. وحقلبها وأخليه ينطبخ كمان 10 دقائق زيادة. بس خلوا بالكم لازم السليق يتقلب لأنه يلصق في قاع المقلاية، والنار عندي مرة واطية. فأشوفكم بعد 10 دقائق. بعد 10 دقائق هذا شكل السليق، شايفين كيف؟ يعني لو فضل ماسك في الملعقة تعرف انه هو حقكم مرة ثقيل. انا شخصيا احبه كده. خلاص هذا الرز جاهز حطفي عليه. طيب بالنسبة للدجاج تقدروا تقسموه نص، تسيبوه كامل، تقطعوه اوصال اللي تبغوه. حطيت عليه زيت او سمن اللي انتوا تفضلوه. انا حطيت زيت وحطيت ملح وفلفل اسود كمية مرة كويسة، وحدخل الفرن بس من فوق عشان الجلدة تتقمر مرة كويس. هذا الدجاج بعد ما طلعته من الفرن وتحمر. بس ابغى اوريكم حاجه، انا كان عندي هنا في الظهر، دحين انا مو فصلت الدجاجه بالقطع، كان في الظهر في دجاج لاصق كده في العظم، شلته وما حرميه. هذا حستخدمه لما حعمل شوربه الخضار، ححط شويه فيها، بس قصدي عشان يعني حرام نرميه. هذا اللي هو عرفته كيف احيانا نصب على الوجه يكون في زبده او سمن مع السليق. انا صراحه احب السمن، فحاطه هنا سمن، احط عليها يمكن حبتين مستكه،
وحدوبها عشان يدي طعم لذيذ، ووقت التقديم تتصب على الوش. في حاجة كمان بصراحة أنا ما أسويها، ماما السليق لما يعني بعد ما الحليب خلاص انطبخ 10 دقائق ترمي قطع زبدة وتقلبه مع بعض، يصير كده فيه له لمعة ويصير فيه له نكهة لذيذة، بس أنا صراحة ما أعملها. أنا نسيت أوريكم الرز كيف شكله من قريب زي كده. في ناس يحبوه مهري أكتر بكتير، بس أنا أحس كده معقول يعني، أكتر من كده خلاص يعني صار أكل مطحون. شوفوا يعني تحسوا حبة الرز ما لها ملامح بس باين إنه في رز. هذا صحن السليق صار جاهز. صبيت من السمن اللي مدوب معه مستكة على الوجه، وحطيت الفلفل الأسود على الوجه. أنا ما أحط الفلفل الأسود في الطبخة نفسها عشان لا يغمق لي لون الرز. الطبيعي والمعروف إن الناس تاكله مع الدقس، أنا صراحة أكله مع شيئين، أكله مع الأمبا اللي هي مخلل المانجا، أو مع الشتني اللي هو زي المخلل الهندي. رائع 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 يعني حقيقي، ما عاد صرت أكله من غير واحد من الشيئين هدول، لازم تجربوهم.